الجيش يشتري 36 منظومة للدفاع الجوي الأولى من نوعها. العثور على جثة امرأة وابنتها في شقتهم بفيينا في ظروف غامضة. النمسا والولايات المتحدة تقدمان برنامج تبادل للعمال والطلبة. تعثر شراكة أدنوك الإماراتية وإنفاو النمساوية بقيمة 30 مليار دولار. وغرفة فيينا للعمل تقدم خدمة التحقق من إيجارات المباني القديمة. وأخيراً تسجيل 41 حالة وفاة بحوادث الدراجات لعام 2023. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر عن شراء 36 برجاً للدفاع الجوي من طراز سكاي رانج 30، طورت خصيصاً للنمسا. وتعتبر هذه الأبراج جزءاً من خطة بقيمة 1.8 مليار يورو لشراء 225 دبابة باندورا إيفوليشن لترقية قدرات الدفاع الجوي للجيش النمساوي بحلول عام 2032. ويوفر هذا النظام حماية ضد طائرات الاستطلاع والهجوم، وكذلك طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة، حيث تعتبر النمسا أول دولة توقع عقدا لشراء هذا النظام، وسيتم توزيعهم على البلاد كافة. عثرت الشرطة على امرأة نمساوية تبلغ من العمر 51 عاما وابنتها البالغة من العمر 13 عاما مقتولتين في منزلهما في فيينا. وتشير الإصابات إلى أنهما تعرضتا لعملية قتل، حيث أبلغت إحدى أفراد العائلة عن قلقها بشأن المرأة وطلبت من الشرطة التحقق من أمرها. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الحادث، ولا يزال سبب الوفاة الدقيق قيد التحقيق. وقد تم تكليف مكتب التحقيقات في جرائم القتل في فيينا بالتحقيق في القضية، وتعتبر هذه ثالث جريمة قتل نساء في النمسا هذا العام. وقعت النمسا والولايات المتحدة اتفاقية جديدة لتبادل الشباب، تسمح للشباب من كلا البلدين بالعيش والعمل والدراسة في البلد الآخر لمدة تصل إلى عام واحد. ويمكن للشباب الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما المشاركة دون الحاجة إلى تصريح عمل إضافي. ويتضمن البرنامج أيضا برنامجا خاصا للتدريب وتبادل المتدربين. وتسمح برامج عطلات العمل للشباب بتمويل إقامتهم من الخارج واكتساب الخبرة العملية. وقد توصلت النمسا مؤخرا إلى اتفاقيات مماثلة مع العديد من الدول. تعثرت محادثات اندباج بقيمة 30 مليار دولار بين وحدتي الكيماويات التابعتين لشركة أدنوك الإماراتية وشركة إنفاو النمساوية. وتضمنت الخلافات اسم الوحدة بعد الدمج وضمانات الوظائف في النمسا والتسجيل في فيينا ووجود رئيس نمساوي للشركة الجديدة. ولا يزال من الممكن استئناف المحادثات والتوصل إلى اتفاق، حيث تمتلك أدنوك حصة 25% وشركة إنفاو تمتلك 75%. قدمت غرفة عمل فيينا خدمة فحص إيجارات المباني القديمة مجانا، والتي تهدف إلى مساعدة المستأجرين على استرداد أموالهم إذا كانوا يدفعون إيجارا مرتفعا بشكل غير قانوني. وتتوفر الخدمة لأعضاء غرفة العمال في فيينا، حيث يقوم خبراء الغرفة بمراجعة عقود الإيجار وتحديد ما إذا كان المستأجر يدفع مبالغ زائدة، وإذا كان الأمر كذلك يمكن للغرفة مساعدة المستأجر في استرداد أمواله من المالك، حيث يجب أن يحدد الإيجار على أساس القيمة المرجعية بالإضافة إلى الزيادات والنقصان،
وتبلغ القيمة المرجعية الحالية في فيينا ل 6.67 يورو للمتر المربع. ارتفع عدد راكبي الدراجات الذين لقوا حتفهم على الطرق النمساوية إلى 41 شخصا في العام الماضي، نصفهم على دراجات كهربائية. وارتفعت حوادث الدراجات مع إصابات شخصية بنسبة 69% من عام 2013 إلى عام 2022، وارتفع عدد الحوادث بدون مسؤولية خارجية بنسبة تصل ل 149%، ويعزى 77% من حوادث الدراجات إلى عدم الالتزام بالسرعة. ويشدد خبراء المرور على أن المشكلات الرئيسة هي غالبا نقص الحذر في حركة المرور ونقص مهارات القيادة، إضافة للإدمان على المخدرات والكحول أثناء القيادة. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.